لا 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 لا، الوضع سيء، الوضع سيء. انزل يا رجل، انزل يا رجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. لعبة بولي رام لعبة جديدة راح نلعبها وياكم، راح نقدمها لكم، أتمنى إن شاء الله راح تعجبكم أصدقائنا. هي اللعبة بسيطة جدا، واللعبة هي عبارة عن واحد وعنده رحلة طويلة ما تنتهي، وكل مرة راح تتغير معاه الرحلة، وكل مرة راح تتغير عنده المهام. الآن احنا راح نبتديها من البداية، وراح تكون معاه سيارة، يحاول يحافظ على السيارة هذه، يحاول يطور هذه السيارة، وكذلك يحاول يحافظ على حياته من الموت، ويحاول يوفر بعض الأشياء الضرورية لرحلته الطويلة اللي راح نشوف الآن معاكم. راح نشوف نيو جيم، نيو جيم، يلا نيو جيم يا حبيبي. والله انا متشوق للعبة هذه، وما ادري يعني من زمان عن العاب السرفايفل الخطيرة اللي مثل هذه. اوبوبوب، ايش هذا؟ هذه اكيد منطقتنا. المهم لا نضيع الوقت اصدقائنا، وش هذا هنا؟ في شيء مهم يقول هنا بالام ذا كومبس هيلب. اضغط الام علشان يجيك هناك مكان الهدف اللي انت بتروح له. هنا في رؤوس، هنا في رؤوس، يبدو ان في شيء خطير. وهنا في تعليمات، واحد هناك عند السيارة. هذيك السيارة اللي بنطلع فيها، اوكي خلنا نشوف هذه وش عندها. تقول ويلكم تو بولي رام، تقول هذه قاعدتك، وتقول انت مسؤول عنها، وانت كذلك لا بتروح ايش، احارب وقطع رؤوس البوسات يا وي. تقول تروح وتواجه بوسات وتقطع رؤوسهم وتجيبهم وتركبهم هنا. المكان اللي شفناه قبل شوي هذا معناه اماكن رؤوس البوسات اللي راح نجيبهم. اوكي، تقول عندك المسكن هذا فيه الاشياء الضروريه اللي تخليك تطول بحياتك وتعيش سرفايفل. عندك سياره، حاول تطورها، حاول تحافظ عليها. عندك الاماكن اللي راح تمرها في كل رحله، في اشياء ضروريه حاول تجيبهم للقاعده وتطور مسكنك وتطور من حياتك. اوكي خلونا نروح نشوف ايش اللي موجود هنا. هي قالت نعم، في اشياء ضروريه لابد تاخذهم معاك في كل رحله. اتوقع هذول اللي بيعيشون السرفايفل هو الطعام. دقيقه خلونا نشوف. لا لا لا، راح احولهم على الانفنتري الخاصه. هذا شراب وسناك، وعندنا لحمه، وعندنا تفاحه، وهذا رمح، ناخذ الرمح. اوكي، هذا فعلا هذا للدفاع عن النفس. طبعا تقول في زومبيات راح تواجههم غير البوسات. يا سلام، والسرير هذا وشغلته، السرير هذا طينق ناخذه معانا، اكيد لازم يكون معاي. شلون بنام انا؟ بطلع رحله طويله ولا ادري شو الوضع. نزل نزل، لا 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 حبيبي، نزل السلاح. لحظه شوي، هذا نحطه في الانفنتوري. اوكي، وهذا الاخ وش يقول؟ يقول اسمه سيمون. سيمون يقول كار ريليتد سيمبل. يقول الشعارات هذه اللي تشوفها على اليسار، اخضر اصفر احمر، هذه كلها تعطيك منبهات عن وضع السياره اللي احنا راح نروح فيها رحله. بالاخضر لما تشوف الغاز يعني معناته عندك التانكي. اوكي، تانكي الوقود. عندك كذلك وضعية المحرك، راح تشوف عمر المحرك. وإذا جاك هنا في مؤشر للزيت أو للماء أو للبطارية معناها عندك الوضع بالأحمر، ويأشر معناتها عندك الوضع على النهاية. يلا شكرا لك صديقنا. أوكي، هذه سيارتنا، هاي سيارتنا. هنا في باب لابد نهتم في موضوع السيارة. طيب السيارة كيف أنا راح؟ لا انزل حبيبي انزل. كيف راح أروح بالسيارة والسيارة ما فيها باب؟ الباب. أوكي ركبنا الباب، وهنا تقريبا هنا المحرك، راح نركب المحرك أصدقائنا. وراح هذه خاصة بالنظام الماء، وعندنا البطارية 84%. أوكي المحرك عمره 100%، كويس. طيب والماء وش وضعه؟ ما في ماء، فاضي. والزيت؟ الزيت فاضي.
طيب منين اعبي؟ شكله هنا هذا ايش؟ هذا وقود، وقود ولا ايش؟ هذا جاركن فلويد، لكن ماني عارف والله ايش فيه. في غاز، 20 لتر غاز. اوكي خلينا نشوف ال الوقود. الوقود امتي. عبي عبي عبي. اوكي عبيناه 20 من 50. طيب ارمي هذا، ارمي، ما نبي، خلاص صار فاضي الان، وش الفايده منه؟ نشوف الجراج. ايوه الجراج مليان اغراض هنا وهنا. ايش؟ والله ابغى الاشياء الضروريه. البطاريه فاضيه، اطارات ما راح اخذ. هذا ايش؟ بيك اب رابش، يقول شل القمامه معاك. لا حبيبي ايش نبي في القمامة. طيب والمحرك، المحرك هذا اصلا داج رايح فيها صفر، يعني حياته ايش هذا؟ يستر الله. طيب عندنا الاغراض هذه الان، راح نعبي زيت. عندي اويل، هذا اويل. ايوه عبي اويل 5، قفل. وبعد وش عندنا؟ وعندنا الماء، هذا ماء، هذا غاز، وهذا اويل، واتوقع هذا الماء، هذا ماء التبريد. اوكي اوكي ماء التبريد، ماء التبريد غير الماء العادي. اوكي عبيناه بالكامل، والان الوضع اتوقع السياره جاهزه. جاهزه 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 يا صديقنا. يلا راح ننزل الاغراض هذه كلهم هنا. هذول ما نحتاجهم حاليا، لا راح احطهم هنا. كل الاشياء هذه ما هي ضروريه احطها معاي، حتى السرير راح احطه في السياره. ويبدو ذولا بعدين راح نشوف الوضع معاهم، لان اكيد راح نطلع رحلة فيها قتال. يلا يا ابو شنب. ابو شنب، مثل ما عرفنا اصدقائنا بان الرحلة رايحين مو راجعين. رايحين مش راجعين مرة ثانية. ومع السلامة وداعا ايها المسكن الجميل. قبل شوي طلع لي من هنا يسارا، والله الربيع حلو والأرض خضراء وجميلة والمطر ينزل، وصاحبنا ما يدري ايش يصير عليه. رحلتنا المطلوبة علينا كانت 48 كيلو. 48 كيلو يا وإيش هذا؟ إيش هذا؟ لا 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 لا، أنا صديقك يعني، ما إيش هذا يا جماعة؟ إيش هذا؟ لحظة أوقف له والله جايني. انا ما عندي، ما جيت اذيك. لا يا ولد. ايوه كويس والله، ذبحتها يعني سهله، ما هي صعبه. هذيك قالت لي جيب رؤوس البوسات، احنا هذا الان وما قدرنا عليه. كيف راح احارب بوسات؟ شغل. انا وحظي. يبدو والظاهر اني لابد اني اطالع في طريقي يمين يسار، واشوف ايش الاشياء اللي ممكن انا احملها معاي او اخذها معاي. هذا بعد واحد ثاني، وهنا واحد ثالث. لا 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 لا. الوضع سيء، الوضع سيء. انزل يا رجل، انزل يا رجل. لا يذبحني هذا قبل يطلع دم. نشوف تحت اصدقائنا يسارا، هذا جاي يركض يسار، هي حياة صاحبنا. ها ما تدنك. اوه بيلعب كاراتيه. هذا يلعب كاراتيه، خطير والله، خطيرين. ما في احد. كمل. لا 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 ما هم سهلين. وش اللي طاح هذا؟ لا هذا مو هو. جيب رؤوس البوسات، البوس يعني الرؤساء، نجيب رؤوسهم. وين احنا في ورطة الان. هذا ايش؟ تعالوا لحظة، انا اشوف حاجة هناك، لا حد يجيني من وراي. هنا في، هل نقدر ناخذ هذا بيك اب؟ طيب اخذناه بيك اب، وينه؟ اي والله هذا هو. طيب اقدر اكله؟ اقدر؟
والله شوفوا ما راح اكله الان هذا الفطر، راح اخليه بعدين. والله هذه احد الاشياء الجميله ان نحصل طعام معانا في الطريق، لان الطعام اللي وياي الله يمكن يخلص. بيني وبينكم انا ماني واثق بعد 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 هنا جماعه، هنا جماعه، خلونا نمشي الجماعه هذولا ما راح يخلصون شكلهم. انا متشوق اشوف البوس وابتدي يعني رحلتي، رحله البطوله في مع البوس. لا ما هقيت انت والله تقدر. اوكي هنا في انوار، يعني معناها انام هنا عند الانوار احسن لي. يا ولي لا يجيني احد. اوكي جيب السرير يا ولد، خلك جنب السياره، يعني ممكن يجيك كذا هجوم ليلي وانت ما تدري. رقم 5 نوم، خلوني انام عشان ما يجيني شيء ولا يطلع لي شيء. احنا دخلنا الصباح وانا حي كويس. اصدقائنا خلونا ندخل الان السرير مكانه، ما نحتاجه الان. قفل كمل رحلتك، صباح الخير صباح الشر اللي راح يجينا. اوه هذا اول صباح قابلنا واحد من الزومبي يتمشى على الطريق. والله هذه طيبه، هذه محترمه. لا والله هنا بعد واحد، هنا واحد. لا 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 لا، ما اتفقنا معاك على انك تجي تجري علي. لا 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 لا، اطلع 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 يا ابوي، اطلع 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 اطلع. هذول يعني عايفين حالهم اساسا، طفشانين من حالهم، ويدورون لهم احد يتذابحون معاه. هذا فطر. ايوه يا سلام عليك. جهز سلاحك يا ابوي، لا يجون هذول مجانين. خلونا الان نشوف موضوع الفطر ذا، نشوف المؤشر عدد الكيلومترات. باقي لي 45 كيلو متر، خلونا نواصل. والان راح اجرب خاصية الفطر واعرف هل الفطر هذا فعلا احنا ناكله ونستفيد منه ولا لا. الفطر 2، اوكي 2، عطني واحد وخلوني اشوف الان هل راح. حلو الفطر يهيلني. هناك فيه موجود واحد من المعادن، المعادن هاي ما راح اقرب لها. المعادن عادة هذه راح يكون في جنبها ناس مجانين مثل هذولا الزومبيات، وعليك تقاتلهم. طيب انا ما عندي اسلحة، ما عندي غير مسدس ورمح. انا ابغى اشوف شيء، يعني مش معقولة بس المجانين هذولا هم في الطريق، يعني ما في غيرهم، طريق طويل ما في غير المجانين. ما يعني ماني 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 فاهم شو الوضع. يقول لي انت راح، تقول لي هذيك انت راح على طريقك تحصل اشياء جيبها وياك. من وين اجيب؟ ما في غير المجانين، اشيلهم معاي احملهم واجيبهم؟ مش معقول. هلا ابو شنب يطالعني، لا تصدم. هلو المتابعين حطوا لايك. وين طريقي الان؟ طريقي صح، باقي 41 كيلو. ايوه جينا المكان، والله جينا جماعه فغيرين، يعني لا والله ما هم فغيرين ذولا. ما راح اوقف لهم، هذول خطيرين مره. شوفوا المفروض يكون عندي اسلحه، المفروض تكون عندي اسلحه قويه اقلبها فيها اواجه الجماعه ذولا او اواجه غيرهم. الغصن هذا اللي نازل في الطريق بيكسر علينا السياره، وجاتنا تلة الآن بنطلع عليها على طول وبنشوف. والله في واحد واقف، أنا بوقف له بشوف. إيش؟ واحد ما هو بسهل يا جماعة. أوه واحد مات، أما هذا ليلي يمكن ذا البوس. والله شوف هو لازم أجازف. خلوني أجازف، لازم أجازف. والمسدس يشتغل عليك. خذ 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 خذ. ليه وقف يا مجنون؟ لا تجيني، ما ظل شيء. ايوه هذا بوس، شكله ذا بوس. خلو نشوف ايش هذا. شيب بوس تراك دكتور مورفي،
وش الوضع يعني؟ ما فهمت يعني وش السالفة؟ الدكتور مورفي ايش دخلنا احنا في الدكتور ما ادري والله. هذا واحد من البوسات، يعني البوسات كذا حليوين يعني. اوكي، واصبحنا بيوم جديد، وبصراحة اليوم الاجواء حلوة، واحس انه اوكي الوضع. خلوا شوف المسدس عندي 12 طلقة من 18، واشوف هناك في مسكن او موقع راح اروح له الان، وهذا اول موقع يمر علينا. هل في احد؟ في اثنين تقريبا. الوضع سهل، خلونا نوقف. حطوا لايك، حطوا لايك يا شباب. اوه اربعة. ما يموت، مات. هذا مات، البقية اتوقع انهم سهلين. هذا سهل، دول بطيئين. ها ها خذ، يلا خلصنا منه. وهذا مسكين بسيط على قد حاله. أوه. والله يضرب، بس اشون انه ما دمجني. كويس، ممتاز. اهلا، حصلنا رشاش وحصلنا اغراض هنا، وقود. هذا ايش؟ وتر، وهذا وتر. خلوني اخذ الرشاش. وهنا ما هو فطر، هذا ايش؟ صندوق، لا دور. هذا جرين هاوس، وهنا في زيت. ايوه في اويل، في واحد. يا سلام عليك. اوكي مسكين. خلوني اشوف هنا في جرين هاوس، كأنها مزرعة. من وين ندخل؟ ايش هذا؟ هذا راس زومبي هيد. لمن هالراس هذا؟ خلونا نشيله. طيب هنا بيك اب ريد فلاور، وعندنا هنا السن فلاور. هل هذول راح يفيدونا بعدين؟ بلانت، بيك اب بلانت. وهنا ايش؟ اكيد ستروبر، طماطم. يا جماعة الدعوة فيها زرع ولا ايش؟ يمكن احنا راح نزرع بعدين. وهذا ايش؟ هذه لا ما نحتاجها. هل هذه اقدر اشيلها معاي؟ لا ما اقدر اشيلها. هنا زرع، هنا جراج. يا سلام، ايش رايكم اقرب السيارة؟ وهنا ما اوكي، هنا وتر. خلوني اقرب السيارة احسن. يبدو ان طحنا على مكان راح نستفيد منه. وقف 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 يا صديقنا. حلو 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 حلو. هنا في اثاث، لكن انا وين اشيل الاغراض هذه كلها؟ ما استفيد منها اساسا. هنا ملابس ما نستفيد منهم. كرسي، اتوقع في اشياء نقدر نستفيد منها ناخذها، وفي اشياء لا ما نقدر نستفيد منها. هنا سكين، حلو مشتي. اوكي هنا اويل، جاركن اوف اويل. خلونا نشوف داخل، ما في احد. فيه نبتة زينة فقط، ما استفيد منها. شوف المكان اللي معاي ما اقدر ازيد. هذا ايش؟ اويل. طيب خلونا الان نفتح وننزل الاغراض. هنا هذه طماطم، وهنا ماني عارف والله ايش. خلاص ما في مكان. وهنا البوس، بوس هذا حطه بعدين نستفيد منه. وحصلت على رشاش، وحصلت على، الآن ما في مكان. ننزل الطماطم، واحد من الطماطم ننزله لأن ما منه فايدة. طيب عندي هنا باقي لي إيش؟ غاز أويل. إيش محطوط لي؟ 52 غاز و 26 أويل و 22 وتر. وش أستفيد منه؟ أخاف أخرب الدنيا. هذا وتر، هل راح يعبي لنا غاز؟ ايوه عبانا الغاز، حلو ممتاز. ها عبيت غاز ولا ايش؟ الله يستر، صار امتي. ما ادري السياره تخرب ولا تصير كويسه، ما ادري عنها. عبيت ما في السياره، خلوني اشوف اشغل.
كويس الوضع كويس، عبيت ماء وعبيت زيت وعبيت كويس، سيارة تشتغل بعد ما خلطنا الماء والزيت والوقود. في حاجة ضرورية لازم الآن نعملها، وهي نفتح هذا الجراج ونشوف إيش الموجودات. ما في شيء، فاضي، ما في شيء، هذه ربش، شغلات ما استفيد منها، استفيد منها بعدين في التصنيع. لكن عندي المبنى هذا ودنا ناخذه وبالكامل. تعرفون اللعبة هذه فيها ميزة المباني، نضغط هنا اكس، هاي ناخذ المبنى هذا، لان هذا المبنى يعتبر هو المبنى المخصص. شوفوا اقدر اشيله معاي، وباقي هنا ايش؟ هنا بوتيتو، هنا هذا بعد ماني عارف والله ايش، جليل، وش اسوي؟ في حل من اثنين، طبعا المسكن هذا انا محتاجه، ارجع مرة ثانية، المسكن باقي عليه 12 كيلو، فاحتمال راح ارجع للمسكن وانزل الاغراض هذه معاي اللي معاي وارجع مرة ثانية امشي. لهم قالوا لنا جمع، والله قالوا لنا جمع 12 كيلو، ترى ما هي سهله، الان 11 كيلو. اخيرا رجعنا للمسكن، وقف لو سمحت، سكر الباب، هو احد بيجينا يمكن، الدنيا ليل اصدقائنا، راح انام وغدا صباحا التقي معاكم. وين السرير؟ وعطها نومه وتصبحون على خير أصدقائنا. أوكي صبحنا بيوم جديد، والسرير لابد معاي، ما أنساه، خاف أني أمشي وأنساه وبعدها تورط. حط السرير هنا داخل. أوكي عندنا الآن بعض الأشياء الضرورية اللي حصلنا عليها، مثل البيت الزجاجي. أوكي كويس ممتاز، خلونا ناخذ بعض الأغراض والآن نبتدي في بيتنا الجرين هاوس، وراح أجيب النباتات اللي شريتهم، لكن ماني عارف والله إيش راح أسوي فيهم، كيف راح أزرعهم، كيف راح أعمل فيهم، هذا الشيء أنا ما أدري عنه. هل إحنا نحتاج إلى تربة؟ ممكن نحتاج إلى تربة، احتمال كبير. نشوف هل النباتات هذه راح تنبت ولا لا. اوكي هذا اول شغل عملناه الان، وهذه كل النباتات اللي انا ابغى. وهذا بطاطس، وهذا ماني عارف والله ايش، لكن ما ادري وش وضعهم، يحتاجون الى تربة، لاني انا شفت البيت هذا كان موجود في منطقة تربة، فممكن احنا نحتاج الى تربة، ممكن نحتاج الى بعض الاشياء. اصدقائنا الكرام اتمنى راح تعجبكم هذه اللعبة، لا تنسون التعليقات اللي راح تميزكم معانا، ولا تنسون اللايك، كذلك اذا كنتم غير مشتركين اشتركوا معانا، واتمنى نشوفكم على خير فيديو ثاني للعبة بولي رام وهذه اللعبة الجميلة. في امان الله ومع السلامة.